ان انتوا حضرتوا معانا البانل بتاعت الفرانشايزنج. احنا قصدين ان احنا نبقى ناس لابسه فورمال، ناس سيمي فورمال. البانل الحقيقه غنيه بالخبرات اللي انا بعتز بيها. اعتقد البانل ان شاء الله تبقى سهله، لان الحقيقه كلهم اصدقاء عزاز، وكان في بيننا وبين بعض بيزنس او بيننا وبين بعض صداقه او بيننا وبين بعض انترست في اتجاه معين. فان شاء الله تبقى هارمونايزد، ونحاول ان احنا نوصل اكتر معلومه واكتر افاده للحاضرين. فاشكركم ان انتوا شرفتونا كلكم. يا جماعه مين عارف ماكدونالدز؟ مين عارف ماكدونالدز؟ الناس كلها عارفه ماكدونالدز طبعا عشان بره. طب مين عارف بلانيت هوليوود؟ حد عارف رسم بلانيت هوليوود؟ طب ممكن نشوف فيديو لبلانيت هوليوود كده ثانيه؟ اغلب الناس اللي حاضرين معانا المعرض النهارده، في طبعا فود اند بافريج مجموعه كبيره. كم واحد مننا نفسه يبقى زي بلانيت هوليوود؟ طبعا اخترت بلانيت هوليوود لان هم انترناشونال براند. تفتكروا الفرنشايز فيز بتاعت بلانيت هوليوود دي قد ايه، او الانفستمنت يعني؟ انفستمنت ممكن يكون قد ايه؟ مش هقول طبعا لان ده سر. احب ارحب بضيوفي مستر خالد. و would like to give everyone like a minute just to introduce himself. تفضل مستر خالد. شكرا استاذ مروان، شكرا جميعا على حضوركم اكيد، وشكر كبير لبزنكس for their efforts. Obviously it's bringing a lot of attention to the franchising industry, with the potential of the franchising industry, what it can do for any local concept, layitla beyond the borders of one region. Kallam Estez Marwan on Planet Hollywood, on McDonald's, some of these big names, shtagalna maon, our US office has worked with them back in the 80s and the 90s, and akid in the 2000s and 2010s. ومثل ما شايفين, any franchise, any international franchise لتوصل للمرحلة اللي بدها توصل له بيتطلب هيدا شغل كتير، إن كان قانوني، إن كان استراتيجي، إن كان عمليا. وهيدا نحن we are experts، وزملائي هون they're experts obviously in doing it. Mr. Marwan, I would like to give you the yes, chance please. To introduce the في حاجة مهمة جدا. احنا دايما بنقول ان انت تقدر تغير الكارير بتاعك، تقدر تعمل مالتيبل انفستمنت. عشان كده بقول لكم البانل حلوه. مستر محمد الغزالي حب ان هو يعرف نفسه، هيز ان انفستر، بيشتغل في مجالات كتير، وعنده براند في مصر هنا كاروسوس، من اهم البراندز اللي شغاله واللي فعلا نجمها بيصعد في الماركت. مستر محمد بليز عرف نفسك. شكرا مروان بي. انا اول حاجه سعيد بفرانشايزنج جيت، الحقيقه سعيد ببيزنكس ان بقى فيه في مصر اخيرا اتجاه للفرنشايزنج، وبقى فيه معارض كبيره بتعرض. تالي دي الدوره الثانيه لبيزنكس يا مروان، تالي فكونجراتيليشن فيرست اوف اول. سكندلي انا مش عايز اخد الحوار من ناحيه واحده. كل واحد وهو صغير كان بيحلم يبقى سوبر مان، يبقى سبايدر مان، يبقى حاجه كبيره. كل ما بنكبر احلامنا بتقل، وده اكبر حاجه غلط. لازم دايما يبقى عندنا حلم، وحلمنا نجري وراه، وعشان نجري وراه لازم نؤمن بالحلم. انا الحقيقه مهندس كمبيوتر خريج الاكاديميه البحريه هنا من مصر. كان حلمي من زمان ان يبقى عندي مالتيبل بزنس شانلز. اسست اول حاجه شركه كونتنت سوليوشنز. الشركه دي موجوده في الميدل ايست، في مصر، في الدوحه، في دبي. عملنا ميجا بروجكتس. اتجهت من البيزنس بتاع التكنولوجي للبيزنس بتاع الفود اند بيفرج.
أسسنا شركة كاروزوس بالتعاون مع الشريك الأمريكي في مصر سنة 2015. الحمد لله كان الموضوع تشالنجينج في الأول، وكان في مصاعب كتيرة جدا، كان أهمها إزاي نوصل للسوق المصري وإزاي نوصل صح للسوق المصري عن طريق المنتج. قدرنا نعدي تشالنج ده في أول سنة. كانت أهم حاجة في المصاعب اللي احنا بنواجهها إزاي يستقبل السوق المنتج بتاعنا الجديد، لأن احنا مش بنقدم برجر عادي ولا بيتزا عادية، لا احنا بنقدم منتج بيتزا برجر أكيد يعني الناس سمعت عنه على الفيسبوك على السوشيال ميديا. وكان السلاح اللي احنا استعملناه من ناحية الماركتينج هو السوشيال ميديا، إنستجرام، فيسبوك، إزاي نقدر نوصل لكل بارتيسيبنت على السوشيال ميديا ونوصل له احنا ايه المنتجات اللي احنا بنبيعها. لما قدرنا نوصل للناس ابتدت مبيعاتنا ترتفع، ابتدت الناس يبقى عندها اويرنس على البراند بتاع كاروزوس في مصر، وابتدينا نفتح فروع جديده موجودين في اماكن كتيره جدا. ولكن انا مش عايز اتكلم عن كاروزوس، عايز اتكلم على حلم كل واحد فينا عايز يوصله، كل واحد فينا عايز يبقى عنده مشروعه. البلد دي هتبقى احسن واكبر لما يبقى فيها الناس بتدور على مشاريعها مش بتدور على وظائف، كل واحد يخلق مشروعه او يكريت المشروع بتاعه. المشاريع بتفتح ابواب عمل كبيره جدا، ما شاء الله كاروزوس فيها 100 بني ادم بيشتغلوا دلوقتي بعد 3 4 سنين من الايفورت، دول كلهم عندهم عائلات وكلهم بيقدروا ان هم يديفلوب عائلاتهم عن طريق البيزنس اللي احنا عملنا له كرييشن وان احنا عملناه ديفلوبمنت في مصر. اي ويل باس المايك للبارتيسيبنت اللي بعدي، مش عايز اطول يا مروان، ولا تحبوا حد يسال لي حاجه؟ انا تحت امركم. بالعكس، it's very interesting and we'll come back to you محمد. Thank you very much for this lovely words. بنشتغل كلنا عشان خاطر نكبر الشركات بتاعتنا، واكتر حلم نفس الواحد يوصل له ان هو يبتدي بقى يوصل بالشركه بتاعته او بالبيزنس بتاعه لبلد تانية، لمكان تاني. ساعات بيجي لي ان انا عايز، لا انا جيلي بارتنرز، طب انا ادخل شريكي عشان اكبر ولا ما ادخلش شريك؟ اكتر حاجه بفكر فيها ايه، او مبتدي اكبر المجهود اللي انا عملته، طب الفكره بتاعتي هتروح هتتسرق ولا هقدر احافظ عليها؟ فمس رشا هتحكي لنا، هتقدم نفسها وتحكي لنا قصه ما تخافش على فكرتك. بليز رشا. اوكي، شكرا كثير لاستاذ مروان، وام هابي انه موجوده معاكم اليوم هون بهذا المعرض الجميل. وفكره الفرنشايز يعني هي من اكثر هلا خلينا نحكي البزنس مودلز اللي موجوده وكثير مهمه، وخاصه عم تنتشر كثير هلا بمنطقتنا بشكل عام. انا محاميه متخصصه بمجال الملكيه الفكريه، حمايه الملكيه الفكريه، طبعا اللي بتشمل حمايه العلامات التجارية، حماية براءات الاختراع والأسرار التجارية، ومجموعة أخرى طبعا من الحقوق. رح أحكي شوية أنا على موضوع حماية العلامة التجارية، لأنه هي بالنتيجة لأي فرنشايز أو لأي بزنس بالنتيجة هي بتصير أهم إشي، الأسد يعني المهم بهذا الفرنشايز. كلياتكم تعرفوا زي ما حكى أستاذ مروان، كلكم تعرفوا ماكدونالدز، الكل بيعرفه باسمه، الكل بيعرفه بحرف الام اللي لونه الأصفر، أي حدا بيشوفه من بعيد حرف الام بيميزه حتى لو هو يعني مش قارئ كلمة ماكدونالدز. فهذا هو البراند القوي، وهذا هو الأسد اللي صار لماكدونالدز بالنتيجة. صحيح هو بدأ خلينا نحكي بجودة معينة وبخدمات معينة، ولكن بالنتيجة العلامة التجارية تبعته هي اللي بتصير أقوى إشي وأهم أسد موجود. لهيك موضوع العلامة التجارية كتير مهم، وأهم خطوة بالفرنشايز كبداية يعني اللي هي موضوع حماية العلامة التجارية، واللي بيكون من خلال تسجيلها، إنه لازم يتم تسجيلها في الدول اللي الفرنشايز رح يكون موجود فيها. وطبعا دائما البداية بتكون ببلد المنشأ، يعني إذا الفكرة عملها بتنشأ بمصر، أول إشي لازم تفكر فيه هو حماية العلامة التجارية، وتتأكد إنه هاي العلامة هي علامة مشهورة، علامة يعني available income تقدر إنك تستعملها.
وبعدين انك بتقوم بحمايتها. واذا بدك تنطلق بعدين لدول تانية لازم برضو انك تقوم بحمايتها باي دولة تانية انت رح تلجأ لها او تكون موجود فيها. Thank you. Interesting. احنا اتكلمنا مع الاستاذ خالد على الانترناشناليزيشن وقال لك هم طبعا اكبر شركة في ميدل ايست, وبعدين اتكلمنا على تجربة البيزنس مان او الانتربرنور اللي بيشتغل وناجح جدا في مجال الاتصالات والويب سايتس وانترناشنال بيزنس مع الاستاذ محمد. عرفنا ان انا في حاجه اسمها براند وفي حاجه اسمها ملكيه فكريه وما اخافش على العلامه التجاريه بتاعتي. كويس, فاضل كذا حاجه كده نتكلم فيها عشان البانل الغنيه دي احاول ان انا اوصل كل حاجه فيها. في انترناشنال براندز بقى بتنزل مصر بالستاندردز او بالاسس العالميه بتاعتها. طب لما بتنزل مصر ايه المشاكل اللي قدامها؟ بتقابل مشاكل ولا عادي؟ فاستاذ محمد هيعرفنا بنفسه وعنده خبره في الحته دي. اتفضل استاذ محمد. شكرا استاذ مروان. انا اسمي محمد حسن من شركه روبلز. يمكن شركه روبلز هي اتعملت في الاساس عشان نقدر نساعد البراندز المصري انها تكون عندها فرانشايز وتطلع بره مصر, وكمان في نفس الوقت البراندز اللي من بره مصر حابه تكون موجوده في مصر ازاي تقدر تعمل ده. في شويه عقبات ممكن تقابل اي براند سواء مصري بيطلع بره او من بره بيدخل جوه مصر. العقبات دي ازاي نقدر نعديها؟ في اولهم الجلوبال استراتيجي. الجلوبال استراتيجي هي باختصار او بشكل مبسط ازاي يكون عندي ستاندردز للبراند بتاعتي عشان ما تتغيرش مهما كانت البلاد اللي انا بفتح فيها, والعكس صحيح في المالتي دوميستيك استراتيجي, بمعنى ان انا يكون عندي فليكسيبيليتي ان انا اغير في البراند واغير في الاستراتيجيز بتاعت البراند عشان اناسب السوق اللي انا داخله, وازاي اعمل ميكسنج ما بين التو استراتيجيز دول عشان اقدر انجح في اي سوق انا داخله, سواء انا كنت داخل فعلا مصر من بره او البراند بتاعي مصري بقدر اطلعه بره مصر. سي محمد, ثانك يو فيري ماتش. هارفرد كلنا, انا شخصيا بحب بسمع هارفرد دي, بحب اشوف مين من هارفرد جاي بيتكلم في ايه. فجالي الشرف, حصل لي الشرف انه صديق عزيز جدا بروفيسور من هارفرد وساب امريكا وساب الانترناشنال براندز وساب الانترناشنال بزنس وجي مصر يتكلم معانا على لوكاليزيشن. دكتور نبيل. مساء الخير. دكتور نبيل عبد الكريم, فيزيتور بروفيسور هارفرد سكول اوف بزنس. الحقيقه في كيس ستادي او سكسس ستوري جميله جدا بيتمثل فيها كل الاسبيكتس اللي الزملاء والضيوف اتكلموا فيها. القصه دي اسمها ببساطه بلد الغريب. بتمثل طموح شباب. الشباب ده شباب محترم, اخد الجرأة, اخد روح الانتربرنور, عمل الدراسات اللي يقدر يعملها, اجتهد, طلع كونسبت وبدأ يطلعه للسوق بالفعل. اجتهدوا جدا على قد العلم اللي كان عندهم واستعانوا later on بينا علشان نقدر يوصلوا كفرانشايز, كفرانشايزور, ككونسبت يقدر يستفيد به اللوكال ماركت في مصر والانترناشنال ماركت. وبالتالي اشتغلنا ساكسفول الحقيقه, وكونسبت اول كونسبت في مصر والشرق الاوسط وقد يكون في اوروبا كمان. سي فود فاست فود كونسبت. سي فود فاست فود, يس. يعني هو ملوش مزيل تقريبا على مستوى الشرق الاوسط كله. والجميل ان اتعمل له وبيتعمل له وجاهزين للفرنشايز جدا. وده بيمثل حاجه جميله قوي, بيمثل الطموح اللي قال عليه الزملاء من انتربرينورشيب سكيل سبيريت, بيمثل روح المخاطره والقانون من تسجيل علامات تجاريه ومن تثبيتها, بيمثل روح الاختراع وروح الشباب الاصيل اللي قاعد قدامنا اهو. هم كل المجهود اللي بذلوه طلعنا
بكونسبت الحقيقة هو هيبقى مفخرة لمصر في خلال السنين الجاية إن شاء الله. بس يا دكتور شوقتنا بصراحة. هو الحمد لله الكونسبت ده مشارك معنا في المعرض، وبنفخر الصراحة إن إحنا كل سنة الحمد لله بنقدم كونسبت أو اثنين أو ثلاثة جداد to the market، ويوجولي within 3 to 6 months بيكون في investment قوي دخل معاهم. مش هقدر أقول لحضرتك اسمه يا باشا غير لو أنت عارفه. أيوه موجود. سؤال بس مهم جدا، هل إدارة فرع زي إدارة اثنين زي إدارة عشرة؟ طب هل لو أنا عندي النهاردة 25 فرانشايز، الفرانشايز إيه؟ الفرانشايز أنا بقى عندي مثلا كونسبت كلف مثلا 5-6 مليون 7 مليون جنيه، ومحتاج إن أنا أفتح 50-60 فرع، فسهل قوي 50 × 10 بكام؟ 500 مليون. يبقى أنا عشان أفتح 10 فروع محتاج 500 مليون جنيه، ده رقم صعب قوي. فممكن إن إحنا نتشارك، فكل واحد مننا يدفع 5 مليون 6 مليون كاستثمار، ويشارك في العائد مع العلامة التجارية الشهيرة قوي أو البراند الكبيرة قوي. فبالتالي كده إحنا قدرنا إن إيه نوصل مع بعض، إن أنا عملت إنفستمنت ليا وقدرت العائد على الاستثمار اللي أنا عملته 5 مليون بقى سريع، قدرت أحقق نجاح، قدرت أحقق بروفيت، وفي نفس الوقت حققت النجاح للطرف الآخر علامة تجارية كبيرة إن هي تتوسع وتفتح 10 فروع أو 50 فرع اللي عايزة تفتحهم في خلال 5 سنين. ده ببساطة فكرة الفرنشايز. بس هو في مشكلة صغيرة، إن كل مستثمر بيبقى كيان منفصل بذاته. ففي حاجة حصلت مرة، قصة ظريفة جدا، معرفش بتحصل في كل الناس ولا لأ، إن ممكن واحد من المستثمرين دول يبتدي يعمل دعاية بشكل معين، تعمل مشكلة للعلامة التجارية كلها. والأمريكان يصوتوا يا أستاذ محمد، واللي يحكي لنا كده القصة دي كانت إيه؟ اللي هو الستاندردايزيشن اللي قلنا عليها والكنترول اللي هنتكلم فيه بقى نيكست. حصل ايه يا استاذ محمد؟ طيب الامريكان عملوا فيك ايه يا استاذ محمد؟ انا كنت في الفيتنس، تقول اسم الشركة من غير براندز. انا كنت بشتغل في فيتنس اندستري بقالي 12 سنه، فمن ضمن البراندز اللي انا كنت موجود فيها في مصر احنا كنا بنعمل فرانشايز، فكان في براند من البراندز في ستاندرد عشان نعمل اي حاجه في البراند ده، سواء كانت ماركتنج او ستراكشر للجيم نفسه او الفيتنس سنتر نفسه. فالاستراتيجي بتاعت الماركتنج كانت المفروض انها تبقى واضحه لاي فرانشايز سواء كان فيتنس اندستري او غيره. الفرانشايز ده هو ما طبقش اللي المطلوب منه في الماركتنج استراتيجي بتاعته، فبالتالي عمل دعايه بشكل مش مظبوط. عمل ايه؟ مش واخد بالي. طيب تفصيلا، هو عمل اعلان اساء للمراه، هو كان بيقصد بيه كويس، بس طبعا كان رد فعل غير صحيح، يعني ما كانش هو ده اللي هو عايز يوصله. بتهيألي كلكم عرفتوا البراند يعني. فللاسف اللي حصل انه في ناس رفعوا قضايا على الشركه الام في امريكا مش في مصر، لانه اسم الفرع ده كان في زيه بالظبط في امريكا، فالناس افتكروا انه هو الفرع اللي هناك، فالطلب غصب عننا ان احنا نضطر نعمل ترمينيشن للفرع كليا بسبب الدعايه اللي مش مظبوطه. وقدرتوا ايه الاكشن اللي خدتوها عشان بقيه الفروع اللي في مصر ما تتاثرش؟ الستاندردز بقى، هي دي تاكيد الستاندردز، ان فعلا الماتيريال بتاعه الماركتنج كلها تكون مظبوطه، الناس كلها تراجع الماتيريال وتاخد عليها ابروفلز قبل ما تنزل، كل الاستراكشر بتاعه الفرانشايز تبقى فعلا تتطبق مظبوط زي ما هي. واعتقد برضو عملتوا بروموشن وعملتوا اعلنتوا الترمينيشن للفرانشايز. مظبوط مظبوط، نزلنا فعلا دعايه ان الفرع ده للاسف الدعايه دي ما كانت غير مقصوده، وهي دي الستاندردز بتاعتنا ودي الفروع الاوثرايزد، وان الفرع ده ما بقاش اوثرايزد اني مور. جود ستوري. طب استاذه رشا، لو حصل معايا الموقف ده نعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي ان شاء الله بيزنكس رايح السعوديه وبيزنكس رايح المغرب ورايحين كينيا، طب لو حصل فيا بقى حد موقف زي ده اعمل ايه؟ هلا هو اهم شيء دائما بالفرنشايز، سواء فرنشايزي او فرنشايزور، اهم شيء هو العقد اللي بينات الاطراف اللي هو عقد الفرنشايز اجريمنت، ودائما هي بتحدد الستاندردز معينه والتزامات معينه على الاطراف، ودائما كثير مهم من وجهه نظر الفرنشايزر اللي هو انه يحافظ على الفرنشايز بقيمته بالصوره وبالايمج تبعه. هلا اهم شيء دائما اللي هو الكنترول،
وهي واحدة من أهم النقاط اللي دائما لازم تكون موجودة بأي تعاقد فرانشايز، اللي هو الكنترول على الكواليتي تبع البزنس، اللي هي راح تنعكس بالنتيجة برضو على البراند. أهم إشي دائما للفرانشايزي كمان إنه يلتزم بكل المعايير والشروط اللي موجودة بالعقد، لأنه بالنتيجة إذا ما التزم فيها هي راح تؤدي للترمينيشن. من أهم الأمور اللي كتير دائماً بتخوف بموضوع الفرنشايز اللي هو عند التيرمينيشن، إنه إذا صار فيه تيرمينيشن لازم الفرنشايزي يوقف هذا الاستعمال تماماً. وهنا كتير مرات بتصير مشاكل، اللي هي إنه الفرنشايزي بيكمل حتى لو إنه هو غير مرخص أو مش authorized، بيكمل باستعمال العلامة وبيكمل إنه بيستعمل النوهاو اللي أخذها من خلال الفرنشايز، وهي شوية كتير خطيرة. عشان هيك دائما الفرنشايزر لازم ينتبه للشروط اللي هي عند إنهاء التعاقد، إيش لازم يحطوا فيها، ولازم تكون يعني شوية شروط دقيقة و very strict. هلأ كتير مهم كمان إنه إذا بدك تطلع على دول تانية لازم كتير يعني من أهم الأشياء اللي هي إنه تطلع على القانون بكل دولة، لأنه القوانين بتختلف من بلد لبلد. فكتير مهم إنه العقد نفسه يتم مراجعته من ناحية القانون، لمثلاً إذا بدك تروح على السعودية من القانون في دولة السعودية مثلاً، أو في الإمارات أو في الأردن أو في كل دولة مختلفة عن الأخرى. فهي نقطة كتير مهمة، ما بينفع عقد واحد اللي هو يمشي على جميع الدول. يعني not all size fits all. Thank you. احنا اتكلمنا على الحكاية دي، بس احنا دايما بتقابلنا قصة، دايما صاحب العلامة التجارية والفرانشايز بيبقى معتني او معتز قوي بالمانيولز بتاعته وبالمانيوز بتاعته، ومش شرط ان اللي يمشي في فرنسا يمشي في مصر. البرايسنج، الاسعار، يعني ممكن جدا ان انا اشتري مثلا ازازة مية في باريس مثلا بستة يورو، بس ما اقدرش اشتريها في مصر يعني بستة يورو، لان ستة في كام النهاردة برقم محترم. فلما بشتري براند جديدة بجرب بشوف. احسن واحد يقول لي يا استاذ محمد، لما بدأ وجبت البراند بتاعك، البرايسنج بقى المنيو هل كان ماشي زي بتاع امريكا؟ طبقته بالظبط؟ الاسعار عملت فيها ايه؟ احكي لنا كده الموضوع. طبعا ده سؤال محترم جدا يا مروان، لان واحده من ضمن المشاكل اللي بتواجهك ان اول حاجه الماتيريال، البرايسنج مبني على الكوست اوف ماتيريال، وفي نفس الوقت مبني على الافيلابيليتي اوف ماتيريال. فبعض مثلا انواع الجبن مش موجوده هنا في مصر، ومهما استوردناها مش هتبقى بنفس الطعم اللي مثلا موجود في امريكا. فبيحصل اول مرحله دراسه لكل البيل اوف كوانتيتي بتاعه الماتيريالز اللي موجوده، ويحصل تيست للايكويفالنت اكسبتابل ماتيريال عشان يحصل سبستيتيوشن بيها او استبدال الماتيريال دي مكان دي. دي اول مرحله. وبعد كده بتبتدي تدرس السوق والاسعار التنافسيه، لان انت النهارده عندك شرايح كتيره جدا من العملاء في السوق، فمش معقول تكلم شريحه وتسيب الشريحه الثانيه. فانت لازم عندك سي وعندك سي ماينس وعندك بي وعندك بي ماينس وعندك بي بلس وعندك ايه، فلازم تكلم كل الشرايح دي في المنتجات اللي انت بتقدمها. بلس انت لازم تقدم برضو كواليتي فود. فهي المعادله حقيقه صعبه، وعشان تتحقق محتاجه دراسه يعني لا تقل عن شهر او شهرين قبل ما تمبلمنت البرايسنج. هو الناس بتبص ان هو ده مجرد سعر، لا، الموضوع مش سعر، الموضوع سبلاي تشين كامله، موضوع مخزن، موضوع ثلاجات بحط فيها البضاعه، الموضوع خامات بحطها وفي اكسبايري ديت ليها، الموضوع سعر بشتري بيه. المصيبه الاكبر التعويم لما حصل، دي كانت مشكله، لان النهارده في جزء كبير جدا احنا استوعبناه كريستورانتس قبل ما اسكليت البرايس للعملاء، واضطرينا نعمل عمليه السبستيتيوشن دي تاني عشان يبقى في بدائل، عشان انا معليش البرايس على العملاء بتاعتي. فحته البرايسنج احنا عندنا ديبارتمنت مخصوصه اسمها كوست كنترول ديبارتمنت، بلس الكنترول بتاع الفاينانس عليها للبرايسنج، لان البرايسنج از ا فيري امبورتنت موديل. الحقيقه البرايسنج برضو بيفرق في الجزء بتاع النت ايرنينج او المكسب. في حاجات انا بكسب فيها، في حاجات انا بقدمها كماركتنج، في حاجات انا بيبقى مكسبي فيها عالي. فالمنيو ليه حاجه اسمها منيو انجينيرنج حسب كل ايتم والليفل بتاعه.
ساعدتنا شركات تكنولوجي كبيره, في شركه كبيره يعني انا طبعا مش هقول اسمها, بس في شركات بتقدم سيرفيسز حقيقه محترمه جدا في السوق المصري, اللي هي بتبقى بتدرس المنيو, بتساعدك في الدراسات. احنا بنلجأ لها كشركات في الاول قبل ما نفتح عشان تبتدي تدينا اول ستيب في التسعير, بعد كده احنا بنكمل. ثانك يو. كلام موزون على فكره. في كونسبت من اللي بنشتغل معاهم حاطط شرط ظريف قوي كده, انا عايز اشتري الفرنشايز بتاعك. قال له طيب المدام موافقه؟ لو مراتك موافقه امضي. فقلنا له اه مراتي موافقه. قال طب هاتها يا عم, ده شغلانه. وبعدين رحت جايب الراجل قلت له انت بتعقد الموضوع ولا اشرح لي. قال لا, وانا عشان ابتدي انفستمنت هاخد من وقت البيت. عايش. هو الكلام صحيح, واحنا جربنا بنفسنا الحكايه دي. انا شايف قدامي طبعا ناس كتير they started بس واشتغلوا وقدروا يبيعوا شركاتهم بعد كده. ففعلا الوقت بتاع البيت مهم جدا. المصروف في البيت بيقل, انت بتقعد فتره طويله قوي ما عندكش انكم. طب هعمل ايه؟ الفلوس داخله خارجه ما فيهاش هزار. وبدل ما انت مثلا ملتزم بمراتك ولادك, ده انت عندك بقى ايه ما شاء الله انت وزي ما ربنا يرزق بالافراد. فلما فهمت لا ليهم حق, لازم مراته بتيجي تمضي جنبه ان انا موافقه ان جوزي يشتغل برايفت بيزنس ويبدا. في سؤال تاني لو حد مش متجوز, يعني لو حد متجوز يسال هو ومراته. حد بيفكر يتجوز؟ استاذ مش هقول اسمك بقى عشان ايه. يا جماعه بشكركم جدا جدا لحضوركم معانا, وثانك يو. واسمحوا لنا نشكر الاستاذ لوجودك معانا, مهندس محمد, اشكرك على المعلومات القيمه. استاذه رشا طمنتينا على البيزنس بتاعنا وعلى الاكسبانشن, ثانك يو. محمد انت حسستنا ان اداره الفروع 20 و50 فرع سهله, فاشكرك برضو, ثانك يو. دكتور نبيل اديتنا سر الصنع كده, ما عرفتش تمسك نفسك فبشكرك على كده, ثانك يو فيري ماتش. واشكركم جميعا لحضوركم بيزنكس, اشكركم حضوركم بيتوكس, واحب اشوفكم كل مره. احنا رايحين السعوديه برضه لو تحبوا تنورونا, عمره وبيزنس. ثانك يو.